عرف الحزب واحد المحطة نضالية اليوم اللي هي كنعتبرها محطة تنظيمية، راه تنظيمية، راه ماشي لقاء تواصلي ولا كذا، اللي تنظيمي من أجل هيكلات واحد مجموعة ديال الهياكل اللي كتهم الحزب، ألا وهي المجلس الجهوي والأمانة الجهوية. فعلا أنه رئاسة المجلس الجهوي تعطت للسي عادل بركات، والأمانة الجهوية كانت من نصيبي. كما قلت بأنه هاد الأمانة الجهوية رجت بعد مسار طويل من النضال داخل الحزب وحضور في جميع المحطات الحزب سواء انتخابية أو هيكلية أو تنظيمية. تم انتخابك بالإجماع؟ دائما بالإجماع، بالإجماع، بالفعل بالإجماع. هو أنه كما قلت لك داخل الحزب أنه كنت ممثل، إذن هذا جاء تمرت واحد الجهد اللي أنه قدم له الحزب. أنه عندي أنا قلت لك واحد التصور، ما هو أنه تنظيمي غادي إن شاء الله. السلف ديالي اللي كان السلف ديالي هو أنه نكون خلف ليه في الهيكلة ديال الحزب تنظيميا، تنظيميا سواء كما قلت الأمانة الإقليمية أو الأمانة المحلية أو التنظيمات الموازية أو الانخراط. إذن هادو هما الوسائل اللي يمكننا نديرها. كما قلت لك أنا جيت في واحد المرحلة اللي الحزب حقق فيها واحد نتائج إيجابية وجد كبيرة، نتمنى الحفظ عليها ونتمنى أنه نكون قيمة مضافة للحزب.